الايوبي. نيجي بقى في العصر المملوكي، الاسكندرية صارت هي القاعدة البحرية للمماليك. ايه القاعدة البحرية للمماليك؟ هيبنوا مجموعة من الابراج، هيبنوا مجموعة من القلاع، هيبنوا مجموعة من السفن اللي هي مناطق صناعة السفن في الدولة المملوكية. اوعى تنسى حضرتك ان الاسكندرية هي السبب في ان المماليك استولوا على البحر المتوسط. اوعى تنسى ان كان في سلطان من سلاطين المماليك ومن اسكندرية، خرجت السفن الحربية الى قبرص ونجح المماليك في الاستيلاء على قبرص بقيادة سلطان اسمه السلطان الملك الاشرف برسباي. برسباي لما استولى على قبرص بقى التايتلز الالقاب بتاعت سلاطين المماليك اسمها ايه؟ خدوا معايا. كان السلطان في العصر الايوبي والمملوكي يلقب بما يلي، نجيب صلاح الدين او نجيب برسباي عشان برسباي خد البحر المتوسط. كان يقول لك ايه؟ السلطان الملك الاشرف برسباي، ملك البرين. يعني ايه البرين؟ مصر والشام، كان تابع مصر، والبحرين. شوف، وملك البحرين يعني البحر الاحمر والبحر المتوسط، وخادم الحرمين الشريفين. وما معنى الحرمين الشريفين؟ بلاد الحجاز حرم، يعني مكة والمدينة، وبلاد القدس حرم اللي هو قبة الصخرة والمسجد الأقصى. عشان كده كان اللقب ده ملازم للسلاطين في مصر سواء أيوبي أو مملوكي. فضلت الأسكندرية مملوكية مهتمة من قبل المماليك لغاية ما هيحصل زلزال سنة 1302 يوقع منار ايه؟ مدينة الاسكندرية. هيفضل المكان خرب ما فيهوش اي حاجة لغاية سنة، شوف الزلزال كام؟ 1302، لغاية ما يجي السلطان قايتباي 1400. شوف بعد كام سنة؟ 200 سنة واكتر. 1477 يبني القلعة اللي هنزورها، وخليكم شداد كده لان هطلعكم، شو انا بعمل كده اهو، هطلعكم الدور الثالث فوق في القلعه باذن الله عشان نشوف ايه القلعه ومكونات القلعه ايه بتاعت قايتباي هناك، ولماذا انشا السلطان قايتباي. انا بقولها وحضراتكم هنا معلش احسن من الدوشه اللي هناك. انشا السلطان الملك الاشرف قايتباي القلاع على الشواطئ المصريه لسببين. السبب الاولاني اوروبي، والسبب الثاني مسلم وسني كمان. الاوروبي، البرتغاليون لما اكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح فتحولت التجاره الى جنوب افريقيا. ده مش كده وبس، والبرتغاليين كانوا عايزين يستولوا على مصر ما قدروش. طب السبب الثاني، بدات الدوله العثمانيه تنتشر بقياده السلطان سليم الاول. يعمل ايه قايتباي؟ قال لك سليم الاول عينه على مصر، يبقى لازم احصن مصر، لان ممكن يجي لي برا وممكن يجي لي بحرا. والعلم حضراتكم لما يموت قايتباي ويجي السلطان قنصوة الغوري، هيدخل السلطان سليم مصر برا وليس بحرا، ودخل برا بسبب الخيانة. بسبب الخيانة. انا سمعت واحد من حضراتكم واحنا طالعين الصبح الاتوبيس قال لك خائن بك، بسبب الامير خير بك اللي خان سيده السلطان الغوري، وعشان كده الغوري اتقتل في مرج ضابق بسبب الخيانة. وكمان طومان باي اللي هيتولى فيما بعد هيموت بسبب الخيانة، وكان نتيجة الخيانة ان الامير خير بك هيتولى ولاية مصر، وكان مكروها من الشعب المصري، وعشان كده الشعب المصري قال عليه خائن يا خائن، لدرجة ان بنى جامع مهم قوي 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 حضراتكم لازم تعرفوه في شارع باب الوزير، شارع الدرب الاحمر، اسمه جامع خير بك. تتخيلوا الجامع ده اتبنى سنة كام؟ 1502، وهو امير، هو صار والي 1517.
هو والي هو امير الناس لغايه دلوقتي ما بتصليش في الجامع. نقول لك نصلي في جامع واحد خان سيده وخان وطنه، وعشان كده نقب بخائن بك.